بك أيها الصعب وتهانينا لأبناء مرغم كافة على هذا الفوز والانتصار. 12 دقيقة 24 وأربع أجزاء من الثانية، الكاس بيمينك وتسلم يمينك ومشكور يا العويسي بدر العويسي على هذا التضمير الممتاز. 12 دقيقة 25 وخمس أجزاء من الثانية، وثانيا مرغم وشعار بن غدير مع الجموح حمد بن راشد بن غدير، ومشكور يا الدينامو الحميدي العمري. المركز الثالث 12 دقيقة 25 وست أجزاء من الثانية مع مي ياسة محمد بن غانم بن حمودة الظاهري، ورابعا سحابة حمد بن غانم الهديفي. وتهانينا للمضمر حمود بن محمد بن سالم الوهيبي. ومن هو يرافق تضمير شعار بن حمودة؟ سالم المخيبي. وفي المركز الخامس 12 دقيقة و26 وست أجزاء من الثانية، منصورة لحمد بن غانم بن حمودة الظاهري، ونفس المضمر سالم المخيبي. تهانينا للجميع. سالم بن سعيد بن حضيرم لك الكلمة، فلتتفضل مشكورا. شكرا للزميل نايف بن سعود البلوي الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من ميدان الوذبة من عاصمة الميادين، وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة ياس الفضائية وقناة دبي ريسنج والقنوات المصاحبة لقناة ياس في هذا النقل الحي والمباشر من هذا المهرجان، من هذه الجائزة، جائزة زايد الكبرى. رحمك الله يا زايد وطيب الله ثراك، والله يطول عمر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه على هذا الدعم المتواصل لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد الذي أسس المغفول بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان النهيان. رحمك الله يا زايد، تابعته ويانا شوط الكاس، والكاس ذهب مع شعار الصعب مع راهية المحمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي. سلام يا مرغم سلام، سلام يا الصعب سلام. وهنا بندقية ورمز ثاني أيضا للزمول على أرضية هذا الميدان في هذا الحضور السامي من سمو الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان. مرحبا يا أبو سلطان، مرحبا بالجميع المتواجدين المشاهدين عبر شاشة يأس الفضائية في هذا المساء الحلو الجميل. مباشرة نسير مع العش مع شعار بو ناصر اللي على مقدمة هذا الشوط في هذا المساء، هو العش المحفوظ بن خميس الينيبي متصدر غايمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني مولع للسيد ناصر بن محمد بن سعيد بن دربش العامري. وفي المركز الثالث من الجانب الثاني يتسلل في هذه اللحظات إلى مقدمة هذا الشوط، نشوف موفق للسيد مسفر بن عقاب بن مساعد الزيد الشريف يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الثاني مولع للسيد ناصر بن محمد بن سعيد بن دربش العامري. وفي المركز الثالث ناخذ اللي على المركز الثالث في هذه اللحظات، نشوف مبشر للسيد سعيد بن فلاح بن يابر الحبابي. المركز الرابع العش للسيد محفوظ بن خميس
لينيبي وفي المركز الخامس، المركز الخامس في هذه اللحظات الذيب للسيد رياض بن ثامر بن سليمان السعدون. مرحبا مرحبا يا رياض يا بن ثامر يا السعدون، آتي من المملكة العربية السعودية للمشاركة هنا في ميدان الوذبة في جائزة زايد الكبرى وفي شوط الرمز شوط الزمول. مرحبا بالجميع، مرحبا بالجميع في دار زايد، والميدان مفتوح والمنافسة مسموحة. هات سبوق ما عليك التي بسبوق وتاخذ رمز تاخذ جائزة. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات. أرى الآن اللي على مقدمة هذا الشوط لا زال مسيطر حتى هذه اللحظات، موفق على المركز الأول، موفق للسيد مسمر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف. الشريف مع موفق على مقدمة هذا الشوط وفي المركز الثاني، المركز الثاني في هذه اللحظات. مباشر مباشر يعطي مباشر، والنقل مباشر مباشر للسيد سعيد بن فلاح بن جابر الحبابي على المركز الثاني. المركز الثالث، ناخذ اللي على المركز الثالث في هذه اللحظات، مولع للسيد ناصر بن محمد بن سعيد بن دربش العامري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع نشوف شاهين للسيد محمد بن حمد بن عيسى بن خميس اللي على المركز الرابع. المركز الخامس، اللي على المركز الخامس لهب للسيد محمد بن غدير بن عبيد الاجتبي راعي سجل حافل راعي تاريخ مشرف. لهب يتسلل من المركز الخامس إلى المركز الرابع، عينه على البندقية، عينه على السلامات، عينه على الفوز. ها هي النتيجة، لكن لا زالت الأمور، لا زالت الأمور من صالح. موفق موفق، لا زالت أموره موفقة حتى هذه اللحظات للسيد مسمر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف على المقدمة. المركز الثاني، المركز الثاني لهب، لهب بدأ يلتهب يغير ينتقل إلى المركز الثاني للسيد محمد بن غدير بن عبيد الاجتبي. وفي المركز الثالث شاهين للسيد محمد بن حمد بن عيسى الخميس. المركز الرابع نشوف اللي على المركز الرابع من الجانب الثاني، يا سلام، مباشر مباشر يتسلل إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. مباشر ويعطي أداء مباشر للسيد سعيد بن فلاح بن يابر الإحبابي. وفي المركز الخامس نشوف اللي على المركز الخامس في هذه اللحظات. المركز الخامس، خلونا خلونا مع المقدمة، ناخذ المركز الخامس ونتقدم. شاهين للسيد محمد بن حمد بن عيسى الخميس اللي على المركز الخامس. هذه النتيجة، هذه النتيجة. ونرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مقدمة هذا الشوط، إلى الصراع، الصراع للسبوق للبندقية للفوز للسلامات. نشوف التغيير، لا زال موفق، ولهب لهب بملتهب وموفق موفق غادم المملكة العربية السعودية. مرحبا بضيوفنا في بلدهم الثانية في دولة الإمارات العربية المتحدة في يوم عيد الاتحاد الخمسين. الدولة تحتفل ونحن نحتفل في جائزة زايد الكبرى في ميدان الوذبة في عاصمة الميادين. لهب 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 ملتهب على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن غدير بن عبيد الاجتبي. المركز الثاني موفق للسيد سيد مسفر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف. يبي يسافر، يبي يسافر بالرمز إلى هذه
المملكة العربية السعودية، لكن هنا لهب يبر رمزه يظل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهديه إلى أهالي العين مدينة الخضرة مدينة الجمال. إذا تم على هذا الموال وركث الغاي حتى هذه اللحظات لا زال الصراع تلغاي والعرض تلغاي. المركز الثالث، ناخذ اللي على المركز الثالث في هذه اللحظات. نشوف مباشر للسيد سعيد بن فلاح بن يابر الأحبابي على المركز الثالث. المركز الرابع، اللي على المركز الرابع نشوف واضح للسيد حسن بن راشد بن حسن الجفالي النعيمي. المركز الخامس، المركز الخامس، ناخذ اللي على المركز الخامس في هذه اللحظات. شاهين للسيد سعيد بن محمد بن خالص العامري. نرجع إلى المعركة، إلى لهب، إلى موفق. الاثنين لكن منو خطف المركز الأول؟ مباشر يباشر عند لوحة الكيلومتر الأخير، ينتقل إلى المقدمة. يا سلام، ينباشر على هذا الأداء المتميز. مباشر على المقدمة، مباشر للسيد سعيد بن فلاح بن يابر الأحبابي على مقدمة هذا الشوط. موفق على المركز الثاني، موفق أيضا عينه على الفوز، عينه على الناموس. موفق للسيد مزمر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف، لكن مباشر بشروني عنك ما يدرون عني، ما دروا اللي شغل فكري وظني. روح يا الأحبابي، روح، جماهيرك محبينك يتابعون أداء مباشر. لا زال يباشر. الشريف غادم مع موفق. المعركة طاحنة على المقدمة ما بين مباشر ما بين موفق. الصراع شديد، الصراع مرير على مقدمة هذا الشوط ما بين مباشر ما بين موفق. مباشر لا زال يباشر، يبشر بالناموس، بالرمز، بالبندقية، بالسلامات إلى أهالي العين. يا سلام، مساء الخير يا أهل الخبيصي. الخبيصي تنتظر يا سعيد، يا بن فلاح، يا بن يابر، يا الأحبابي. روح. الشريف غادم مع موفق. الشريف إلى أهالي المملكة، إلى أهالي العين. على العموم بنشوف النتيجة بالإعادة، وبالإعادة إفادة. ناخذ اللي في المركز الثالث. المركز الثالث الذي وصل في المركز الثالث الحمد بن راشد بن غدير الاجتبي. المركز الرابع الذي وصل في المركز الرابع شاهين للسيد موسى بن عبد العزيز بن عبد الله آل موسم. وفي المركز الخامس الدخول جماعي. نشوف الإعادة من مخرجنا حسين السيد، يتابع ساعة الدخول إلى خط النهاية، ساعة وصول موفق ومباشر إلى خط النهاية. نشوف، هو مبشر، هو موفق، اثنين تقريبا في دخول. سلام للمملكة العربية السعودية على ظهر موفق. تهانينا لمالك موفق مسفر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف. قاطع مسافة 8 كيلومتر في زمن وغدر 12 دقيقة 40 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا لأهالي المملكة على هذا الأداء المتميز. سلام يا المملكة، سلام. والذي وصل في المركز الثاني مباشر على المركز الثاني 12 دقيقة 40 ثانية، جزئين من الثانية نفس التوقيت. تهانينا من العماغة للسيد سعيد بن فلاح بن جابر الأحبابي، والذي وصل في المركز الثالث. شديد، قاطع مسافة 8 كيلومتر بزمن وغدره 12 دقيقة. شوف توقيت شديد،
قهوة جديد 12 دقيقة 53 ثانية بالوفاة تمام. تهانينا الحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي والذي وصل في المركز الرابع. المركز الرابع شاهين 12 دقيقة 54 جزئين من الثانية. تهانينا الموسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى والذي وصل في المركز الخامس. ناخذ المركز الخامس، ها هو الخامس من الجانب الثاني. 12 دقيقة 55 جزئين من الثانية. تهانينا لمالكة، وهنا أيضا في رمز وفي كاس للمحليات الأصايل برفقة زميلي سالم بن علي يتفضل. شكرا للزميل سالم بن سعيد بن حضير من الاكتبي. مشاهدينا الأعزاء